احنا اسفين ان ايام المسيح ما كانش فيه ريكوردرز يسجلوا الصوت. ده لو كان موجود الريكوردر ايام المسيح دي كنا حصلنا على ايه؟ ده كان مجرد عظة تسبي العقول والافكار وتخلي الناس مشدودين لكلمة المسيح. ده مجرد كلمة هلمة ورائي كان يقولها المسيح لحد ما يقدرش يحتمل. سمعان واندراوس قال لهم هلمة ورائي فأجعلكما صيادي الناس. تركوا الشباك وتركوا السفينة وتركوا الأهل وتركوا الأقارب، وبطرس ترك زوجته ومشي وراء المسيح. هذا الصوت الجميل الحلو، صوت حبيبي. صوت ربنا مفروض ان الانسان يميزه عن باقي الاصوات. مش كل انسان بيقدر يسمع ولا يقدر يميز ولا يستحق ايضا. ولذلك شاول الطرسوسي لما كلمه المسيح هو سمع صوت المسيح واللي حواليه ما سمعوش. بيقول رأوا النور ولم يسمعوا صوت الذي يكلمني، لأنهم لم يكونوا مستحقين أن يسمعوا صوته. مش أي واحد يستحق. علشان كده إحنا لما بيتقرى الإنجيل في الكنيسة بنصلي صلاة قبليها اللي هي أوشية الإنجيل، ونقول اجعلنا مستحقين ان نسمع ونعمل. مجرد نسمع صوتك يا رب يحتاج لاستحقاق خاص. مش كل واحد يستحق يسمع صوتك. الله كلم الآباء والأنبياء بأنواع وطرق شتى. صوت الله منذ البدء، صوت الله منذ البدء. أول صوت لحبيبي هو صوته كخالق. ليكن نور فكان نور. لتكن حياة فكانت حياة. ليكن إنسان فكان إنسان. الصوت الأول الذي سجله الكتاب لله. ثم سمعنا بعد هذا صوت حبيبي كصوت البركة. ربنا بيبارك. اثمروا واكسروا واملأوا الأرض واخضعوها. أول صوت لربنا كخالق، وتاني صوت كبركة، ثم صوت الله كمعلم. من جميع شجر الجنة تاكلوا ما عدا شجرة معرفة الخير والشر، احترسوا لا تأكل منه ولا تمساه لئلا تموتوا. صوت الرب في حياة الناس باستمرار. كل إنسان بيجيله صوت الرب، لكن مش كل إنسان بيميز صوت الرب. نريد الآذان المدربة التي تستطيع أن تميز. صوت ربنا بيأتي للمعونة، بيأتي للتعزية،
بيأتي للبركة، بيأتي للمكافأة. ما أجمل إنك تسمع صوت حبيبك وهو بيقول لك نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. هو ده صحيح صوت حبيبك، هو ده صحيح صوت حبيبك، الصوت المفرح المملوء بركة، صوت حبيبي. شوفوا أيها الأخوة، تفرح بصوت الله إذا كان الله حبيبك. نقولها الحكاية دي ونشرحها. أنت تفرح بصوت الله إذا كان الله حبيبك، فتقول صوت حبيبي. وإذا ما كانش حبيبك يبقى صوت ربنا مفزع ليك، مخيف. مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي، مخيف. ما هو صوت ربنا جه للغني الغبي وقال له في هذه الليلة تؤخذ روحك منك، فهذا الذي أعددت لمن يكون. ليقول ده صوت حبيبي. حبيبي منين؟ ده صوت القاضي العادل، صوت الديان. مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. صوت الله وصل لناس تانيين، قال لهم الحق أقول لكم إني لا أعرفكم، لا أعرفكم. يعني ربنا بيتبرأ منهم ما يعرفهمش. طب ده صوت مفزع. صوت جه لقايين بيقول له أين هابيل أخوك؟ ملعونة الأرض، أو ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. طب ما ده صوت الرب. عايز صوت ربنا يبقى كويس ليك، خلي فيه علاقة بينك وبينه عشان تقول ده صوت حبيبي. تقول ده صوت حبيبي. صوت ربنا جه في وقت من الأوقات يعاتب، يعاتب. ويقول له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ ليه بتضطهدني؟ صوت الرب بالنسبة لك يطلع ايه؟ هل هو صوت بركة ام صوت عتاب ام صوت دينونة ام صوت معونة؟ اي نوع من الاصوات هو صوت الرب اليك؟ النفس اللي ليها علاقة طيبة بربنا لما تسمع صوت ربنا تقول صوت حبيبي، فرحانة. النفس الفرحانة بلقاء الله، النفس الفرحانة بصوت الله. آدم ما كانش فرحان بعد الخطية، لما سمع صوت ربنا استخبى، خاف. ليه يا آدم؟ مش ده صوت حبيبك؟ كان
صوت حبيبي زمان، وكنت بفرح لما بيجي ربنا في الجنة واقعد معاه. اما الان فيوجد حاجز بيني وبينه، اقامت الخطية حاجزا كبيرا بيني وبين الله. مش قادر اقول صوت حبيبي. عجيبة الكلمة اللي قالها آدم، قال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت، سمعت صوتك خف. ده صوت حبيب ده يقول له سمعت صوتك خف. خفت ليه؟ لأني عريان فاختبأت. أنا خايف يجيلك صوت الله وأنت عريان. ليس عليك ثياب العرس ولا ثياب البر،